هي بقى دي اللي هتبين حاجات بقى مهمه جدا ومثيره. أيوة شويه. عايز الحاجات المهمه جدا. الفرق بقى في قبل الفار وبعد الفار بالنسبه للاهلي والزمالك. عشان احنا الموسم ده لعبنا نص الموسم قبل تطبيق الفار ونص. انت بتعمل مشاكل انت. ماشي. يلا. انا والله انا بجيب ارقام. مقارنه يعني. ما بين ضربات الجزاء وحالات الطرد الاهلي والزمالك قبل وبعد الفار. طيب بالزبط. الاهلي قبل الفار خد 6 ضربات. بعد الفار خد 6 يبقى تقريبا هو هو. طيب. تمام. الاهلي قبل الفار ما اتحسبش عليه ولا ضربه جزاء. يعني لعبنا نص الموسم الدور الاول بالكامل عدم وجود فار، مفيش ولا ضربه جزاء اتحسبت على النادي الاهلي. بعد ما طبقنا الفار في الدور الثاني اتحسب على النادي الاهلي 3 ضربات جزاء. تمام. فده بيدي مؤشر ان الفار شويه بقى خلى ان في ضربات جزاء تتحسب على النادي الفار الاهلي. بعد الفار في 4 حالات طرد. بالظبط. قبل الفار كان حاله طرد واحده بس. تمام. فبالتالي الفار عايز ايه يعني؟ مش عايز حاجه والله. طيب يعني زي ما بيقولوا المعنى في بطن الشعر، يعني الفار شويه جه على النادي الاهلي. طيب. العكس هنشوفه في الزمالك، الزمالك قبل الفار خد 5 ضربات جزاء، بعد الفار خد أكتر، خد ست. ضربات الجزاء عليه قبل الفار 3 أكتر، بعد الفار قلوا بقوا 2 بس. أيوة بس مش ده حالات الطرد للزمالك قبل الفار 3، بعد الفار بقوا طرد 1 بس. أيوة. فالفار بعد ما اتطبق النادي الأهلي استفاد، يعني الزمالك استفاد من الفار أكتر؟ استفاد من الفار بشكل كبير. تمام. يعني سواء في ضربات الجزاء، في الطرد ليه، في الطرد عليه. تمام. الزمالك أنا ده لا يعني لي أي شيء بالأمانة يعني. الجدول الجاي ممكن يعنيك بقى. طيب الجدول الجاي ده بقى الملخص بتاع الموسم. ماشي. قبل الفار وبعد الفار. يلا. النادي الاهلي قبل الفار لعب 16 مباراه. 16 مباراه كلهم فوز. كسب 16 مباراه، مفيش تعادل، مفيش هزيمه، خد ال 48 نقطه كده زي ما نقول شافي متشافي 100% من النقاط النادي الاهلي حصل عليها. تمام. الزمالك قبل الفار لعب 16 مباراه، كسب 9، تعادل 4، خسر 3، خد 31 نقطه فقط بنسبه نقاط 64%. تمام. طيب بعد ما الفار اتطبق في الدور الثاني او قبل الدور الثاني بمباراه حصل ايه؟ النادي الاهلي اللي كان محقق 100% من النقاط 18 لعب 18 مباراه كسب منهم 12 بس، لانه حسم الدوري خلاص والموضوع بقى عادي. انت شايف كده ممكن يعني وفايلر مش مركز. ما اعتقدش يعني الاهلي. طيب. ما حسمش الدوري بعد زي ما انت عايز. الاهلي ما حسمش الدوري بعد الجوله 16 اللي يعني اللي احنا بنتكلم. أيوة بعد الجوله 16. بس هو بدايه الدوري كانت قويه جدا خلاص بالفول باور بتاعه، كان رمضان صبحي موجود، كان حسين الشحات موجود، كان الفار مش موجود، كان الفار مش موجود. انت ما علينا. بقى في الراوند الثاني كان في اصابات، خلي بالك برضه الزمالك ما كانش موجود. الزمالك في الراوند الثاني برضه بعد ما رمى الفوطه او ضيع يعني حس ان هو فقد الدوري، كان ماتشات كتيره بيلعب ببدلاء، وكارتيرون كان بيلعب بدلاء كتير وما كانش مركز برضه يعني برضه. طيب العكس يعني الاهلي بعد الفار بعد ما كانت نسبه نقاطه 100% بقت 76%. الزمالك العكس قبل الفار كان واخد 64% من النقاط، الزمالك بعد الفار خد 74% من النقاط. طيب الفرق بين الاهلي والزمالك بعد الفار من ساعه ما طبقنا الفار، الاهلي خد 41 نقطه، الزمالك خد 40 نقطه، فرق نقطه واحده بس بعد الفار. قبل الفار كان فرق 17 نقطه لصالح النادي الاهلي. ماشي. فالفار ادى شويه قوه للزمالك، خلى الدوري فيه منافسه شويه، نزل نتائج النادي الاهلي، الارقام اللي بتقول كده. طبعا ماليش دعوه باي حاجه. ماشي. بعد كده عندنا ماشي. عندنا ايه تاني؟ نخش بعد كده نكمل الاحصائيات برضو. دي احصائيه برضو اعتقد هتكون ظريفه شويه، الاهداف اللي جت بعد الدقيقه 90. يعني انت عارف طبعا برضو الدقيقه 90 يعني دي بتحمل برضو حاجتين. عشان مش عايز وقت ياخدنا، عايزين الاهلي والزمالك في مباراتكم. حاضر. بعد اذنك. بعد الدقيقه 90 يا استاذ مهيب دي بتحمل حاجتين، النقطه الاولى الحماس والتركيز وروح الفانيله الحمراء اللي بنقول عليها دايما متواجده في النادي الاهلي. والنقطه الثانيه الوقت بدل ضايع للحكام برضو بيحسبوه، يعني الحكام دايما بتدي وقت. وانت عايز النهارده بس بالظبط انت جاي مركز مع النادي الاهلي النهارده؟ لا والله خالص خلاص انا بتكلم بقى. طيب يبقى بعد الدقيقه 90 الاهلي جاب 9 اهداف والزمالك جاب 5، بيراميدز 5، المقاولين 4، الجيش 4، الانتاج الحرباء. لازم اخد اهلي وزمالك لان اصل. طب هاخد اخر جدول بتاع الدقيقه 90 ده ظريف برضو. فضل. ترتيب الفرق لو الماتشات بتخلص عند الدقيقه 90 يعني لو لغينا الوقت بدل الضايع. تمام. كان ايه اللي هيحصل في جدول الدوري؟ كان ايه اللي ده هيحصل؟ ده نقطه مهمه بالنسبه لنا جدا. ماشي. كان مين خد الدوري؟ الاهلي برضو كان هياخد الدوري طبعا. طيب. لكن فارق النقاط اقل. خلي بالك احنا بنتكلم دلوقتي بس في النقاط 90، الاهلي كان هينزل من 89 نقطه. دي احصائيه مش موجوده في الدنيا، ما الوقت الضايع ده يعني ما الناس كلها بتعترف بيه في العالم كله. والله الحاجات دي من مواقع. لا مش قصدي يعني يعني مش ده مثلا هيخلي ان فرقه تاخد دوري وفرقه ما تاخدش دوري. لا خالص طبعا، هو الاهلي بطل الدوري مفيش كلام. طيب ما الوقت الضايع ده ما وقت بيهدر في خلال المباراه. صح صح، انا ما بقولش حاجه على فكره، دي روح الفانيلا الحمراء برضه، لكن هي النقطه بس المهمه لو الوقت بدل ضايع ما اتحسبش بس. دي نقطه مهمه. كان حرس الحدود هو اللي كان حرس حدود مش هينزل، وادي دجله هو اللي هينزل. يلا خش على الاهلي والزمالك. ندخل على الاهلي والزمالك يلا عشان ما عنديش وقت. عندنا طبعا الاحصائيات بتاعت مباراه القمه بتاعت الاهلي والزمالك، نبداها كده مع بعضينا. نبدا اول احصائيه معانا عدد البطولات الافريقيه لكل فريق. تمام. الاهلي والزمالك. الاهلي طبعا
خد 19 بطوله افريقيه على مدار التاريخ، النادي الاهلي اخذ 11، الزمالك خد 11 بطوله افريقيه فقط، فطبعا النادي الاهلي بيتفوق على نادي الزمالك في عدد البطولات الافريقيه. تمام تمام. البطولات المحليه النادي الاهلي اخد 89 بطوله ما بين 42 دوري ممتاز، 36 كاس مصر، 11 سوبر، الزمالك خد 43 بطوله، 12 دوري، 27 كاس، 4 سوبر. تمام. الاحصائيه اللي بعد كده القيمه الماديه الحاليه بقى بعد القائمه الافريقيه، زي ما قلت لك بعد ما شلنا رمضان صبحي وشلنا اللعيبه اللي مش موجودين مع القائمه، قيمه النادي الاهلي بقت 518 مليون جنيه بدل 647، الزمالك تقريبا زي ما هو. حاجه مهمه تاني؟ في احصائيه مهمه اللي هي ان النتائج الاكبر النتائج مواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك اللي هي فيها لان برضه دي عليها خلاف كبير جدا. اكبر النتائج يمكن اربع مرات، الزمالك كسب الاهلي مرتين 6-0. يعني الاول نتيجه عندنا 30 مايو لا نشوف الجدول بتاع اكبر النتائج، الجدول اللي بعد كده 30 مايو 37 كانت كاس مصر ربع النهائي، النادي الاهلي كسب 5-0 في المباراه دي سنه 37. 2 يناير 1942 دوري القاهره المرحله الخامسه، الزمالك كسب 6-0 على الاهلي. 2 يونيو 1944 كاس مصر النهائي، الزمالك ايضا كسب 6-0 على الاهلي. واخيرا 16 مايو 2002 طبعا المباراه الشهيره بتاعت 6-1 اللي النادي الاهلي كسب فيها الزمالك، دي اكبر النتائج، الزمالك كسب الاهلي مرتين 6-0، الاهلي كسب مره 6-1 ومره 5-0، دي اكبر النتائج ما بين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ. شرفتنا.